وضعنا قبل الحرب كان الإنسان الناس متعايشين معيشة لا بأس بها. أما في بعد ما بعد الحرب فالعيشة تدنت إلى أبعد الحدود. كان شحيح عندنا الماء وبهدلة وحالة ترفع عليها إن كان نسرح نطير أتبه الماء فوق الحمير. من سبب الجفاف والماء والحالات والصعوبات هذه والحروبات التي نجلت علينا. حد داري قال له كيف حد حالته وكيف تعبان. نقوم والله فجر نسرح نقرف الأذى من المنجل نجي ساعتين. تجي والغيل زحمة سكع يا لطيف تشرب منها الطيور والكلاب والكل كثير ناس ضرروا واحد واحد منهم جات الكريرة وتضرر ومات. دورنا الزلاد العلم سلحات البريكة أخذنا البريكة سلحنا بها والذي نشتري منها هي الذي حاجات اللي حق البريكة. والله احنا اجتهدنا بعيالنا ونسباننا وكلنا وتعبنا تعب. الان بعد ما وصلتنا السقايا بعد ما شفنا قد تعبت اول سقايا الحمد لله ارتحنا ارتياح لا ابعد الحدود والله من جانب المياه. ويكفينا هذا شرب ونتولنا منه صابون وغسيل من نفس الخزان الذي تبرعوا به. السقايا الحمد لله متنفذه كامله. قابل 98 سقايا. ومستفيدين منها ما يقارب 700 فرد 700 نسمة. النساء مرتاحة الآن الناس ارتاحوا